التأسيسي هو المنقذ من الضلال، هو المخلص الوطني، وبالتالي هذه الأصوات كلها تنادي به مرشحا لرئاسة الجمهورية، ونرجو أن يكلل هذا المجهود باستجابة الرجل لنداء الجماهير، وأن يقود هذا الوطن الذي يستحق. منتظرين النقاش أو ما ترشحش، هم بدأوا هذه الحملة من الدقيقة الأولى بالترويج، لأنه حسب الحدث في مصر كان انقلابا عسكريا وصدقهم البعض، ولكن لا تستطيع أن تخدع جميع الناس كل الوقت. فبعد فترة قصيرة اتضح للناس أن الحزب في مصر كان ثورة حقيقية، وكان هبة شعبية حقيقية، وأنه الفريق السياسي والجيش المصري أنقذ مصر من حرب أهلية محققة لو كان تأخر. أمريكا هي الخاسرة، أمريكا هي الخاسرة، وأمريكا هي ستعود صاغرة وتستأنف عودة العلاقات الكاملة بما في ذلك المساعدات العسكرية. شكرا.